هنأ الشيخ مبارك فهد السالم القيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك وبتجاوز جائحة كورونا وتداعياتها. جاء ذلك خلال الغبقة السنوية التي أقامها الشيخ مبارك وشقيقاته في منزله مساء الاثنين، وحضرها عدد من الشيوخ وأعضاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية وحشد من رجالات الكويت، إضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى دولة الكويت. وفي كلمة بالمناسبة أعرب الشيخ مبارك عن سروره بعودة الحياة الاجتماعية في البلاد إلى طبيعتها المعهودة بعدما تجاوزنا بفضل الله ثم جهود المخلصين من أبناء الكويت جائحة كورونا التي قيدت حياة الناس ومنعتنا من مزاولة الكثير من عاداتنا وتقاليدنا التي جبلنا عليها جيلا بعد جيل، شاكرا كل من أسهم من الجهات الحكومية والأهلية في السيطرة على الوباء وتطويق تداعياته حتى عادت عجلة الحياة إلى ما كانت عليه قبل عامين.